سؤال في الأدب. لا ما قلتش حاجة، أنا ما اتكلمتش. أدب والسؤال هو: من هو الأديب العربي مؤلف رواية حرب الكلب الثانية؟ 12 نوفمبر 2016. الرواية سياسية مشهورة جدا. 10 ثواني. 5 ثواني. عمر. أشرف عشماوي. أشرف العشماوي طبعا إجابة خاطئة. فرصة تتعادلوا. مين يا إسراء؟ محمد حسن علوان. محمد حسن علوان إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 وناقص 5. إبراهيم نصر الله، إبراهيم الكوني، شكري المبخوت، سعود السنعوسي. إبراهيم نصر الله. إبراهيم نصر الله يا إسراء إجابة صحيحة. إبراهيم نصر الله الإجابة الصحيحة، وحصلت على جائزة البوكر 2018. 10 نقط، وبكده نتيجة تعادل 30-30.